انا الحمد لله دخلت اغلب المصانع واتكلمت مع اغلب المدراء، اتكلم على كيمكو. طيب تاني وكيل هو اس واي ام، يعيب التوكيل ده نسبيا في بعض المنتجات. ثالث وكيل بقى وهو وكيل ابو حواء، دايما رخيصه. الناس دي بيعتمدوا على ان هم يبيعوا اكبر قدر من الموتوسيكلات في اقل وقت، بيجيبوا دفعه موتوسيكلات نجحت ومشيت، ممكن يجيب الثانيه ما نجحتش ولا مشيت، ممكن ما يجيبهاش تاني ويسحب على الراجل بقطع غياره. لو عايز زيت يحافظ 30% اكتر على محركك، يبقى زيت ريبسول ريسنج هو اختيارك. يا مساء الفل، ايه الاخبار يا رجاله؟ عاملين ايه؟ طالعين بالموتوسيكل دلوقتي، نتكلم شويه عن الوكاله. اخليكم معانا كده، نطلع اتمشى شويه ونمشي بالزونتز اليو 1 اللي احنا الايام دي يعني اخدينه، بس للاسف هنرجعه قريب. فنتكلم النهارده شويه عن الوكاله في مصر، سياسه قطع غيارهم ايه بعد ما لفينا عليهم. خليكم معانا كده. طبعا انتم مش شايفين حاجه يا جماعه، اوريكم ازاي الزونتز شكله بالليل. تضغط الزرار يفتح، شوف الإضاءة، لازم تدوس دي بيج، أرخم حاجة، معرفش تصور غير لما تدوس دي بيج. أنت لذينة الإضاءة ها؟ وكتل كمان. فكرة كل منتجات زونتس كده، إحنا طبعًا عملنا ريفيو هيظهر لكم هنا للناس اللي ما تابعتش عنه وعن فكرة المحرك الـ 155 من زونتس للناس اللي في مصر، والكاوتش الأوف رود اللي هم منزلينه في مصر، فشوفوا الفيديو لو حد لسه ما شافوش. طيب يا جماعه، احنا نازلين في زحمه رمضان زي ما انتم شايفين كده بعد الفطار، فقلنا نتكلم معاك شويه لان احنا بقالنا كتير ما عملناش اي فلوجات عن الوكاله في مصر. ليه الفلوج ده هيفيد الناس في ايه؟ هيفيدك لو انت عايز تعرف سياسه الوكيل اللي انت لازم تشتري من تحت منه موتوسيكلات. في ناس كده مختلفين، ان سبحان الله كل وكيل من اللي احنا هنتكلم عليهم النهارده تقريبا اربع وكاله ليه سياسه في التعامل، السياسه دي صعب ان هو يغيرها اللي على فترات متباعده، فانت افهمها دلوقتي علشان تشوف انهي سياسه اللي تضبط معاك تشتري من تحتيها موتوسيكل. مهما كان الموتوسيكل من وكيل تاني ما يظبطش معاك، مواصفاته حلوه او ماشي معاك، اعرف ان انت مش هتنبسط، مش هتاخد تجربه كامله غير لما تختار وكيل اللي بيعجبك. طيب في ثلاث اربع وكالات في مصر، هرتبهم لكم من الاول للاخر بالنسبه للجوده ونتكلم عليهم شويه. اول توكيل هو توكيل كيمكو، ده بيبيع سكوترات بس. ثاني توكيل بيبيع اس واي ام، اللي هو اس واي ام اغلبه سكوترات 90% سكوترات ومنزل موتوسيكل واحد بس. تالت واحد اللي هو ابو حواء، اللي بقى بيبيع سكوترات وموتوسيكلات، ده الوحيد اللي هو مشترك ما بين الاثنين قوي. تالت توكيل اللي هو ابو المجد، ورابع توكيل او رابع ده توكيل، خامس توكيل اللي هو هوجي، ده اللي هو معاه بي ان اي وهوجي. خلينا نتكلم عليهم شويه يا جماعه. انا الحمد لله دخلت اغلب المصانع واتكلمت مع اغلب المدراء ولفيت لفه حلوه كده. الموضوع ده بيخليك تفهم كمستهلك مش بيظلم اي مصنع، دي طريقه شغلهم. اول حاجه نتكلم على كيمكو. كيمكو تحت وكيل اسمه اي جي موتورز موجود في القاهره. الوكيل ده بيعتمد على حاجتين في سياسه قطع الغيار والبيع، بيعتمد على كميه صغيره بالنسبه اللي هنتكلم عليه، يعني بيبيع سكوترات قليله خالص، يعني اعتقد دفعه 1000 مثلا، 1000 موتوسيكل 1000 سكوتر، بيجيبهم على فترات برضه متقطعه، يعني في السوق انقطاع كده شويه للمنتج. قطع الغيار بتاعته نظامها ان هو عنده مخزن حلو لقطع الغيار، ما شاء الله موفي من A to Z لقطع الغيار. حرفيا الوكلاء بتوعه يعني ما يقبلوش ابدا ان انت ما تلاقيش قطع الغيار. السكوترات بتاعته تسعيرها يعتبر معقول، بيدي اوبشنز كتير مع سعر كويس. يعني عندهم مثال، يعني ال 150 سي سي الاجيلتي بتاعهم ب 25000 مع توب بوكس، يعني حاجه حلوه. طبعا كيمكو تايوانيه، فيعني افضل جوده سكوتر ما بعد الياباني موجوده في مصر. عيوبهم ان شبكه توزيعهم ضعيفه جدا، ما موجودين في اسكندريه، القاهره، بالعافيه في بقيه المدن الثانيه، فمش هتلاقي قطع غيارهم في المحافظات. واعتقد اغلب المتابعين او جزء كبير منهم ما يسمعوش عن كيمكو اصلا قبل كده، وانا بتكلم في الوكيل ده دلوقتي. فدي نقطه ضعفهم، المفروض يوزعوا على عدد اكبر من الشبكات. طبعا ما شاء الله توفير قطع غيار كويس ده، لان زي ما بقول لك مبيعاتهم مش كبيره قوي، مش متوزعه كتير، فهم عارفين يعملوا كنترول على الموضوع ده. تاني بقى شركه تشتري بقى من الوكيل ده، لو انت راجل يعني عايز تشتري سكوتر عامل زي العربيات كده، ليه توكيل، ليه وكالات صيانه، يعني هو ليه فروع صيانه معتمده، وقطع غيار لازم هتلاقيها. قطع غيره غاليه شويه صغيرين، بس انت عايز ايه يعني تبقى في السليم كده، وسكوتر فعلا زيرو اعطال. طيب تاني وكيل هو اس واي ام. اس واي ام دي من اشهر توكيل يعتبر في مصر. الفئه دي او الناس دي مركزين على
السكوترات قوي ان ليها موديلات كتير جدا خصوصا في فئه ال 150 سي سي، عشان كده هم اللي مسيطرين عليها في مصر. تمام تمام. شركه هامرز هي الوكيل ليه في مصر. الشركه دي بتنزل برضو باتشات اكبر من كيمكو، يعني كميات اكبر من كيمكو، ممكن يعني يجي اكتر من كده. الحلو فيهم يمكن 2003 يعني في الدفعه ده، انا مش متاكد من الرقم ده، بس هم يعني بينزلوا كميه اكبر. الحلو ان الكميات اللي بتنزل دي ما بتقطعش في السوق، يعني غالبا يعني دايما هتلاقي نفس كل منتجاتهم موجوده في كل الاماكن على طول، يعني لو انقطعت تتقطع يعني بالعافيه اسابيع يعني. تمام. الناس دي بقى بيعتمدوا على قطع الغيار في توفيرها جدا ما بعد كيمكو، يعني هو طبعا ما شاء الله موفرينها في كل الاتجاهات. واحلى حاجه ان شبكه توزيع الاسكوترات في كل الاماكن، فانت هتلاقي اسكوترات موجوده في اغلب المحافظات بتاعت مصر، قطع الغيار موجوده عند الوكلاء بشكل كويس جدا يدعم الموضوع. والحلو كمان ان هو بما ان سكوتر منتشر، فالتاجر اللي بيشتري قطع غيار متحمس لده انه غالبا هيعرف يبيع قطع الغيار. الحلو كمان في اس او ام ان التجار او المستوردين اللي بيستوردوا قطع غيار لغرض مكسبهم الشخصي بيجيبوا لها قطع غيار، فهي سيبك من الوكيل، هي مدعومه بقطع غيار افتر ماركت مش اصليه. فده اللي بيخليها يعني ايه توكيل حلو جدا. سكوترات متوفره، اعاده بيعها تحفه، موجوده في كل مكان. سكوترات قطع غيارها موجوده في كل مكان. حبيبي انت طيب، الله يبارك لك. فما شاء الله يعني هتلاقي التجربه بتاعته كويسه. يعيب التوكيل ده نسبيا في بعض المنتجات بيبقى التسعير بتاعها غالي شويه، يعني مش غالي لدرجه اوفر يعني، بس زي ما اقول ايه بيعززوا المنتج بتاعهم يعني. ثالث وكيل بقى وهو وكيل ابو حواء. ابو حواء بينزل موتوسيكلات وسكوترات من ماركات كتير، تقريبا عنده اكتر واحد في مصر عنده موديلات وماركات واخد توكيلات، عنده كيوي، عنده بينيلي، عنده زونتز، حاجات تانية كتير كده الواحد يقدرش يحصيها يعني. تقريبا عنده 50 موديل ولا حاجه، شغل تروسيكلات بقى ومش تروسيكلات وكلام من ده. الحلو في الراجل ده ان في حاجات كتير جدا شعبي عنده، تلاقي قطع غيار ليها سواء بيستوردها او تلاقي التجار بتجيب قطع غيارها، ولكن عنده لاين سكوترات بتاعه للاسف يعني قطع غيار ساعات بتتذبذب فيه. الحاجات الغاليه بتاعته والحاجات النادره البيع بتلاقي قطع غيار تتذبذب فيها، فعنده سياسه قطع غيار كده ان هو ما بيجيبش باتشات كبيره. ففي بعض الاوقات بتلاقي قطع الغيار مش هتلاقيها، بيحاولوا هم يصلحوا الموضوع ده، بس زي ما قلت لك سياسات الشركات دي عشان تتصلح بتاخد وقت طويل جدا. الناس دي شغالين بملايين، ويعتقد نكون يعني بنقول مئات الملايين، فعشان كده يعني السياسات دي استنى عليها شويه عشان تظبط. المهم ان هم عندهم قطع غيار ساعات متذبذبه. الحلو ان هم ما شاء الله موتوسيكلات موجوده في اغلب المحافظات، برضه شبكه توزيعهم كويسه. ولكن الحلو عندهم بقى يا جماعه نفس الزحمه دي، ان اسعار الموتوسيكلات بتاعتهم دايما رخيصه. الناس دي بيعتمدوا على ان هم يبيعوا اكبر قدر من الموتوسيكلات في اقل وقت، والدفعات بتاعتهم بتبقى ضخمه جدا، فصعب جدا انك توفر مثلا يعني 10,000 موتوسيكل في دفعه واحده قطع غيار. تخيل كده 10,000 دفعه، 10,000 موتوسيكل دفعه بيتباعوا. الموتوسيكلات 150 سي سي اللي هي غالبا بتتباع للناس لسه بيقولوا يا هادي في عالم الموتوسيكلات ساعات، فبيعملوا حوادث كتير، فقطع غيارهم عشان تدعمها يعني موضوع كبير يعني. فلا الراجل بيستثمر في الموتوسيكلات وبيستثمر اكتر في ان هو يبيع بسعر رخيص، وقطع غيار دي عنده زي ما نقول ايه هي ديفو يعني. فتشتري منه امتى؟ تشتري منه لو انت من الناس اللي هيغريك مواصفات كتير جدا بسعر قليل قوي. هو ابو حواء بيبيع بهذا المنظر، وناس كتير زي زونتس ان انا راكبه ده 30,000 جنيه في ملاذ وطاب، لو نزل من ماركه ثانيه الموتوسيكل ده بنفس المواصفات كنت هتتكلم في ازيد 25% مثلا، نقول 40,000. طيب الوكيل اللي بعده هو وكيل بي ان اي وهوجي على ما اعتقد. الراجل ده لسه بيقول يا هادي في السوق، الموتوسيكلات بتاعته عامله مبيعات ولكن صفر قطع غيار. والوكيل ده من النوع هو وابو المجد اللي نسبيا بيجيبوا دفعه موتوسيكلات نجحت ومشيت، ممكن يجيب الثانيه ما نجحتش ولا مشيت، ممكن ما يجيبهاش ثاني ويسحب على الراجل بقطع غياره. الناس دي بقى حسب الموديل ناجح ولا لا تجيب منهم يعني. في ابو هوجن عبد الله زي ما بيقولوا هنا في اسكندريه، او اللي هو اللي عنده الايفو ما شاء الله الموتوسيكل ناجح وجودته كويسه ومقبول في السوق، فتلاقي قطع غياره موجوده. طبعا سبق وصورنا له ريفيو كده هتلاقوه بيظهر فوق كده اللي عايز يشوفه. فدايما الوكلاء بقى اللي اصغر من الوكلاء دول بيجيبوا كده بالدفعه، فبصراحه الوكلاء دي ما يعني اللي اصغر من كده انت بتبقى بتخاطر بقى يعني، هتجيبوا السكوتر ولا لا، هينزل تاني ولا لا، فدول فيهم كذا ديفو. ساعات ممكن تخسر فلوسك في اعاده البيع لو الموتوسيكل ده ما نزلش تاني، ساعات ممكن ما تلاقيش قطع غيار الموتوسيكل بتاعك يقف، في معاناه كده معاهم يعني. فاحنا كنا بنتكلم عن الاربع توكيلات خمس توكيلات تشتري منهم امتى يعني، ودي لفه سريعه ما
منهم ومصانعهم. اتمنى يكون الدردشه الرمضانيه الخفيفه دي فادتكم شويه كده. ما تنسوش بقى ايه تعملوا لنا كومنتات لو عندكم اي استفسار بقى ومقارنه او حاجه تحطوها لنا في الكومنتات تحت هنجاوبكم عليها ان شاء الله. شكرا لمتابعتكم الفلوج ده يا جماعه، اشوفكم ان شاء الله في فلوج جاي. سلام عليكم.